هاد المتحف كيتواجد بحي المواسين اللي كاين فيه حتى مسجد المواسين وسقيت المواسين وعدة رياضات عتيقة بحال رياض دار الشريفة والرياض اللي كيتواجد به المتحف. فتم تأسيس نتاعو من طرف السيد حميد المرقاني والسيد باتريك ماناك سنة 2012، ومن بعد عامين تاع الأشغال ديال الترميم على الجبس نتاعو تم افتتاحه في 2014. فهاد المتحف كنقدمو فيه عدة عروض حول الموسيقى التراثية المغربية. هاد المتحف هذا كيتكون من عدة عروض حول الموسيقى التراثية المغربية. ففي الطبق الأرضي كنبداو بالموسيقى الإفريقية باش كنبينو الانتماء الإفريقي للمغرب. من بعد فاش كندخلو كنلقاو عرض حول الموسيقى الأمازيغية اللي متنوعة جدا، اللي كنلقاو فيها أحيدوس، أحواش، دمويت، الرويس إلى غير ذلك. من بعد لا يفوتنا ذكر عرض حول الموسيقى اليهودية المغربية باش كنبينو الانتماء ديال الثقافة اليهودية في تاريخ المغرب. من بعد كاينة الموسيقى المراكشية بحكم أن المتحف يوجد بمدينة مراكش الحمراء، ومن بعد كاينة موسيقى قناوة. من بعد كنطلعوا للطابق الأول. الطابق الأول فيه الدويرية اللي كانت مخصصة لاستقبال الزوار والضيوف آنذاك، والذي يضم عروض على موسيقى حمادشة، هداوة، العيطة، وكاينة غرفة خاصة بالموسيقى الأندلسية والأنواع الموسيقية المغربية اللي تستلهموا منها بحال الملحون. فالجوهرة اللي كاينة عندنا في هذا الرياض اللي هي الدويرية، كما قلت أنها خاصة باستقبال الضيوف في الماضي، فدرنا فيها كما ذكرت في الأول ترميم على الجبس، وخلال قبل بداية فترة كورونا كنا بدينا الترميم على الخشب. من بعد وقفت الأشغال للظروف الصحية اللي كنا كنمروا بها، وعاودنا استأنفنا الأشغال في 2021 باش كملناها، وخدمنا مع الطلبة ديال أكاديمية الفنون العريقة اللي كاينة في كازا، واللي رمموا بكل حرفية الخشب اللي كاين في الدويرية، لأنه الآن استطعنا أننا نشوفوا الزخارف النباتية والهندسية والخطية بالألوان الأصيلة والأصلية ديالها. زوار ديال المتحف هما زوار أجانب وزوار مغاربة، فطبعا كيكونوا شغوفين، كيكونوا باحثين على الثقافة الموسيقية المغربية، فكيجيو كيستمتعوا بكل عرض، وبطبيعة الحال ما كيفوتوش فرصة أنهم يحضروا للسهرات اللي كنظموا كل اثنين والاربع وجمعة مع ستة العشية، اللي كيكونوا فيها مجموعة من الفنانين التقليديين اللي كيمارسوا هذه الموسيقى التراثية بحال الموسيقى الأندلسية، الموسيقى الأمازيغية، وبالضبط موسيقى الروايس أو موسيقى قناوة اللي كتكون حتى هي في آخر الأسبوع نهار الجمعة. فالزوار كيكونوا من جنسيات مختلفة، والمغاربة الشباب كنلقاوهم بكثرة كيجيو بزاف، وطبعا المغاربة كيدخلوا بنصف ثمن الأجانب، أما الأطفال الصغار اللي قل من 15 عام فالدخول عندهم مجاني سواء من الجنسية المغربية أو أجنبية.